اليوم نحاول من خلال لقائنا أن نبحث عن آلية لتفعيل دور مفتشي العمل بالبلديات المذكورة. نحاول أن احنا نوفر لهذه الدولة مجموعة من المصادر المالية والأتاوات، دفع الأتاوات من جهات تابعة. نحاول أن احنا المجمعات الصناعية والتشاركيات سواء كانت تعليمية أو صحية نبحث عن مواطن شغل للشباب الباحثين عن العمل. تناقشنا مع زملائنا، حاولنا نتحسس الظروف اللي مروا بهم. الحقيقة أنهم كمفتشي عمل تنقصهم الكثير من الأشياء، تنقصهم وسائل النقل، سيارات الحركة، تنقصهم بطاقات التواصل أو الاتصال، تنقصهم بطاقات الوقود. الحقيقة هم الآن تم تفعيل صفة مامور الضبط القضائي لهم، لكن يحتاجوا أن احنا نتعاون مع بقية الأجهزة الضبطية سواء كان ديوان المحاسبة ولا جهاز الرقابة على المخالفات مع مديريات الأمن. نحاول أن نربط الحقيقة العلاقة ما بين هذه الجهات من أجل أن احنا نصل إلى دولة مستقرة أمنيا وعمليا، نبحث عن فرص للشباب، نوطن هالشباب في أماكن ممكن يكون يستغلها ناس من خارج البلاد.